مساء المحبة، مساء الوفاء، مساء الولاء لكويتنا الغالية. يتجدد العهد ويتجدد الولاء لدولة الكويت في احتفالاتها بعيدها الوطنية عيد الاستقلال 56 وعيد التحرير 26، كما ترى من الصورة من الخلف تعبر عن الفرحة الغامرة التي تعتلي كل من يشارك في هذه المسيرة وهذه الاحتفالات امتدادا على شارع الخليج. الصورة من الخلف مجلس الأمة، والمسيرة الآن ستسير باتجاه شارع الخليج العربي، وأيضا هناك فعاليات كثيرة في هذا المكان الذي قم فيه من كرنفالات وأيضا عروض شعبية. الكل هنا يفرح من أجل الكويت، يستذكر تضحيات أهل الكويت في هذا اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل ودحر العدوان في ذكرى تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. المسيرات مستمرة والاحتفالات مستمرة، والكل يلهج بدعاء من أجل أن تكون الكويت بلد تقدم وازدهار. نعم أحمد، يعني كيف رأيتم التنظيم وأيضا أدوار مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية وتعاون المواطن والمقيم معهم؟ بلا شك هناك تعاون حثيث، وكثير من الجهات الحكومية قامت بتعاون ومد جسور التعاون فيما بينها. بلا شك وزارة الداخلية، رجال الأمن، وزارة الصحة، هناك مركز طبي بالإضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء وأيضا الكثير من الجهات الحكومية على رأسها بلدية الكويت التي رفعت شعار الاحتفال سلوك. هناك تعاون من قبل الوطنيين، هناك تعاون من قبل رجال الداخلية وكافة الوزارات. تم تغيير مسارات كثيرة في الطريق الرئيسي حتى لا تكون هناك ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى شارع الخليج. الاحتفال سلوك، هذا الشعار الذي رفعته بلدية الكويت، تعاون فيه كثير من المواطنين لنرفع البسمة والبهجة بعيدا عن سلوك خارج عن نطاق المألوف وخارج عن القانون. نعم أحمد المسعودي، شكرا جزيلا لك.